السلام عليكم إخوة الأخوات، حقانة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. الحلقة اللي دازت شفنا تشغيل مضختين يدويا بالتناوب. اليوم غادي نشوفو إن شاء الله هاد لي بومب يشتغلوا أوتوماتيكمون بواحد لانتيريبتور أوغيغ، يعني أن أوغلوج. دونك نتمنى فيديو يعجبكم ان شاء الله، ونبداو على بركه الله. دونك كما العاده عندنا غنحتاجو دو ديجونكتور موتور، غادي نحتاجو دو كونتاكتور، غادي نحتاجو دو بومب. هذا بالنسبه لا بويسونس. لا كوموند غنحتاجو واحد ديجونكتور بيبولار فازوناتر، غنحتاجو واحد دو كوميتاتور 3 بوزيسيون، بيان سور une horloge analogique ou واحد البورن ديال النوتر. غادي نبداو الكابلاج. دونك عندنا فازو نوتر 220، نبداو بالنوتر هو الاول، دوز اترافير ديجونكتور موتور اترافير كونتاكتور، غادي يمشي للموتور. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى، يعني النوتر يمشي للموتور. ديما لا بويسونس الفاز دوز اترافير ديجونكتور موتور باش نستغلو هاد لي 3 كونتاكت ديال ديجونكتور موتور، دوز اترافير كونتاكتور فير لو موتور. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى، دابا غادي ندوزو لا كوموند. غندوزو النوتر هو الاول، غادي نمشيو للبورن جونكسيون ديال النوتر، نعطيو واحد النوتر ا 2 ديال لا بومب 1، ونعطيو النوتر لوغلوج، ونعطيو واحد لو نوتر ا 2 ديال دوزيام بومب. هاد لي كوميتاتور 3 بوزيسيون اللي هما هادو غادي نخدموهم لهنايا. هنا عطيتكم غير الصوره ديالو، يعني كيف دايرين هاد لي كونتاكت، هاد لي كوميتاتور. يعني غادي هنا كتكون لونطري، هنايا لا سورتي، غادي تزداو هاد لي دو كونتاكت، غادي تزداو من لهنا، وغادي يمشي غير خيط واحد هو هذا. حنا غادي نشوفو الكابلاج ونشرح هاد المسألة إن شاء الله. دونك لا فاز دوز ترافير ديجونكتور، خرجة ديال ديجونكتور غادي نمشي غنسمي لو ان هو لو كوتي مانيال، وغادي ندوز نمشي ل ا ان. دونك في هاد الحاله هادي غات اكسيت هاد لو كونتاكتور، لا بومب غادي تدور. بالنسبه للجهه الاخرى، نعتبر الان هنايا هو المانيال و دو هو الاوتوماتيك. دونك غادي نخرج نمشي ل ا ان ديال كونتاكتور 2 تخدم لا بوم. دونك مسائل واضحه هنايا. دونك 2 هي الاوتوماتيك. دونك غادي نمشي بواحد الفاز، غادي ندخل البورن ديال لونطري دو فاز لهنايا، غادي نحاول نكبرها باش تشوفوها الاخوان. دونك كما كتشوفوا هنا 5 و 6 واحد لو ام، يعني واحد لو بتي موتور لهنايا الداخل هو اللي كيدور هاد سميتو هاد لوغلوج. دونك لاليمونطاسيون ديالو كتكون اونتر 5 و 6، يعني واخا نقلبهم ماشي مشكل لانني عندي سيستم الترناتيف. دونك اليمونتي هاد لو بتي موتور ديال هاد لوغلوج، غادي اليمونتي لو كوما ديال لوغلوج. نحاول نكبروا الاخوان باش تشوفوا. دونك جيت لهنايا، هاد لو 3 هي لو كوما، يعني لو 3 افيك لو 1 راه ان سي مسدود. فاش كتجي ليكسيتاسيون، يعني المود دو فونكسيونمون ديال لوغلوج، يعني كتسد ليا 3 مع 2 على حساب الريغلاج ديال البروغرام اللي بغيت لهنايا. بالنسبه لهاد لوغلوج الاخوان، الا بغيتو ندير عليه شي فيديو الحلقه المقبله ما كاين حتى مشكل، غير خليو ليا في التعاليق وندير لكم ان شاء الله واحد طليله على هاد لوغلوج انالوجيك.
نرجعوا للدرس ديالنا. دونك كان اليمونتي لو كومان، من لو كومان كنمشي بواحد بالاوفر كنمشي لهاد لو كوتي يعني لتو اوتوماتيك. وبالنسبه ال دو كنمشي لدو اوتوماتيك ديال دوزيام بون. دونك في هاد الحاله هادي الاخوان يعني خدمت مانيالمون راه اكسيتا ا1، خدمت اوتوماتيكمون على حساب البروغرام اللي داير لهنايا. الا كان هذا مسدود راه غادي تاكسيتا ا1، كان هذا اللي مكسيتي راه غادي، كان هذا اللي يعني هاد لو كونتاكت هو اللي مسدود راه هاد لا بومب هي اللي غادي تخدم. حنا غادي نشوف دابا داكشي بيان دي طيب في الشيما ابي تي ال. اذا كما غادي نشوفوا في هاد الشيما ابي تي ال عندنا بيان سور دو ديجونكتور موتور، هذا لوغلوج يعني خديت لكم هاد ليكزامبل هذا، وهذا ديجونكتور ديال بروتيكسيون ديال لا كوموند، وهذا الدوكوميتاتور 3 بوزيسيون. هنا هاد ام 1 وهاد ام 1 هما لي بومب، هذا كونتاكتور هذا كونتاكتور. دونك قلت في الاول بوزيسيون 0 يعني ما كاين حتى شي اكسيتاسيون في لابوبين ديال لي كونتاكتور، لا هذا لا هذا، هذا تا هو بوزيسيون 0. دونك في هذه الحاله لي موتور غادي يكونوا واقفين. فوالا دابا غادي ندوزو البوزيسيون مانيال، غادي ندوزو لا بومب 1. يعني سي فوا كنسد هاد دو كونتاكت مانيالمون، لو كورون غادي يمشي من لهنا، غادي يمشي هنا، غادي يمشي ل ا 1. سي فوا غادي تاكسيتا ا 1 غادي تاكسيتا الكونتاكتور، غادي يدور الموتور ديال لا بومب. دابا الى خدمت مانيال هنا في هاد لو كوتي الاخر اشنو غادي يوقع؟ تسد ليا هادي مانيالمون، لو كورون مني غادي يمشي؟ غادي يمشي من لهنا وغادي يوصل ل ا1. سي فوا تاكسيتا ا1 يعني لا بوبين ديال هاد لو كونتاكتور غادي تسدو ليا هاد لي دو كونتاكت، بيان سور لو موتور غادي يدور. دابا غادي ندوز اوتوماتيك. دابا سديت هاد لو كونتاكت هذا، ولكن خاص هاد البروغرام اللي غادي ندير في اللي غادي ندير في لورلوج خاص يكون عندي هذا مسدود. يعني الا كان مسدود في البروغرام في هاد الوقيته اللي باغي انا هاد لابوم تخدم يكون هذا مسدود. دونك لو كورون غادي يمشي من لهنا وغادي يمشي من لهنايا وغادي يوصل ا1. سي فوا تاكسيتا لا بوبين ديال هاد لو كونتاكتور غادي تسدو هاد لي دو كونتاكت، موتور بيان سور غادي يدور. دونك نكمل. دونك في هاد الحاله هادي قلت يكون هاد لو 12 مع لو 14 مسدود، دونك غادي يجي لو كورون من لهنا وغادي يمشي اكسيتي لا بوبين ديال الكونتاكتور ديال هاد لابون. في حاله غادي ندير هذا اوتوماتيكمون، غادي يمشي هاد لو سيليكتور لهنا، غادي يمشي لو كورون بيان سور ل ا1. سي فوا تاكسيتا لا بوم ديال هاد الكونتاكتور غادي تسدو هاد لي دو كونتاكت بيان سور، هاد لو موتور غادي يدور. ولكن واحد الاشاره الاخوان، هاد لي موتور هاد ديال هاد لي بومب راه ما عمرهم غادي يدورو على فوا، يعني يكونوا بهذا الشكل هذا كيدورو نو، ديما واحد خدام واحد ما خدامش باش بهاد لورلوج هادي. يعني سي فوا كنديرو واحد لو بروغرام دو فونكسيونمون لهنا ديما هاد لو كونتاكت هاد لو كونتاكت نورمالمون فيرمي غادي يوصل داك لو طون ديالو غادي يتحل وغادي يتسد داك اللي كان محلول على البروغرام اللي درنا لهنا ديال لورلوج. دونك ما عمرهم غادي يكونوا يدوروا على فوا، ديما واحد كيدور وواحد واقف على حساب الوقت اللي هنايا. وهذا الوقت اللي دايرين اللي هنايا الا لاحظتوا يعني هذا لورلوج غادي تكون 24 اور، دونك 12 ساعه يقدر يخدم هذا و12 ساعه يخدم هذا الموتور الاخر. دونك هنا غادي يكون هذا الموتور واقف، والعكس صحيح، لا كان هذا كيدور هذا كيكون واقف.
دونك نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان، تبارك الله عليكم، ما تنساوناش من الدعم ديالكم كما العاده.